الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، صدر الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. أقول، قال علماؤنا: إنما الفقه يعرف في البيوع، في المعاملات. من إن أردت أن تهز امرأ وتعلم دقة نظري في الفقه فعليك بالمعاملات، وأيضا فقه الطلاق وفقه الحيض، هذه الأبواب التي يظهر فيها إتقان المرء في أبواب الفقه. إن شاء الله سندخل في رسالة الماجستير ألا وهي فقه المعاملات في سورة البقرة، يعني نتعرض لبعض، ليست المسألة عامة ولا شمولية في كل أبواب البيوع، لكننا سنزيد الأمر إن شاء الله حتى تشمل كل أبواب البيوع. سنتكلم عن التمهيد وعن المقدمة، والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في شروط البيع. فقه المعاملات في سورة البقرة. سورة البقرة معروفة، لأن سورة البقرة من إيه يا شطار؟ من الحديث ولا من القرآن؟ من القرآن. وسورة البقرة هي نصف القرآن، صحيح؟ لا، هي من السبع الطوال. سورة البقرة من أعظم سور القرآن، فيها أطول آية وفيها أعظم آية، وأيضا فيها الحفظ. قد قال الله جل وعلا: اقرأوا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا البقرة. انظروا، يعني كان عشان القبور ما بيقرأ فيها القرآن، لا تنزل من كان حيا. فسورة البقرة عظيمة، وفيها أعظم آية في القرآن ألا وهي آية الكرسي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ما أعظم ما معك من القرآن؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه على صدري، طبعا مغضبا، صح؟ فرحا مسرورا، فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وأطول آية، أطول آية سنعيش معها هنا، آية الدين. الدين المعاملة، الدين المعاملة. نعم، هو ذا الحق، دين المرء يعرف بالدرهم والدينار، ليس بكذا. نعم، لا، الدين المعاملة يا شيخ، والله كلمة العوام هنا كلام سديد عندما قالوا الدين المعاملة، كأنهم يقولون أهم ما يبين دين المرء، يعني ديانة المرء، معاملته مع الآخرين. ليش؟ لأن عمر بن الخطاب لما جاء الرجل، عشان يعني تستوثق مما نقول، لأننا لا نتكلم إلا بدليل بفضل الله. عمر بن الخطاب لما جاء قال: ائتني بمن يوثقك. فجاء رجل قال: أنا أعرف هذا الرجل. قال: كيف تعرفه؟ قال: يصلي معي في المسجد. قال له: كان جارا لك؟ قال: لا. قال: سافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الناس. قال: لا. قال: عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. فعرفت ديانة المرء من المعاملة، وحسن الخلق يؤثر. فأطول آية في القرآن حقوق العباد، وحقوق العباد لا تستطيع أن تصل إليها إلا وأنت قد تعلمت كيف توصل حقوق العباد للعباد، يعني بالعلم وبالفقه. نقول: فقه المعاملات، الفقه لغة الفهم. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والفقه الحق أن يقال دقة الفهم، لأن الفرق بين الفقه والعلم أن العلم أن الفقه أخص من العلم، فهو دقة الفهم. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا قيد خرج به العلم بالأحكام الإيش؟ الدنيوية، علم الطب، الهندسة، أحكام الطب، أحكام الهندسة،
أحكام التكنولوجيا، أحكام السيارات، أحكام الزيت والصابون، هذه أحكام لا تدخل في الباب. قال الأحكام الشرعية، وهذه تدلك على أن العالم الذي يثنى عليه هو عالم الدين فقط، العلوم الأخرى علوم مساعدة كما بينا قبل ذلك، هو العلم بالأحكام الشرعية، وأيضا يعني يخرج الأحكام غير الشرعية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية قيد آخر، ليخرج العلمية اللي هي العقدية. يعني نحن لا نبحث في العقائد الآن، نحن نبحث في أحكام الفقه الحلال والحرام، في الأحكام التكليفية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وأما المعاملات فيعني أنت بتبحث الآن العلم بحكم بيع العنب حلال أم لا، وبتبحث في حكم بيع العنب لمن يعتصر خمرا حلال أم لا، هذا معنى التعريف. بتبحث عن بيع الإبر للناس، واحد اشترى إبرة ليقتل آخر يجوز ولا ما يجوز، واحد اشتراها ليحيك الثوب يجوز ولا ما يجوز، أنت بتبحث في هذا البحث لك أحكام الشرعية في المعاملات التي بين البشر. والمعاملات جمع معاملة، وهي مأخوذة من عاملت الرجل معاملة، أعطيت أو أخذت منه، أهديت أم أهداني، وصيت له أو أوصى لي، أوقفت عليه أو أوقف لي، معاملة بين زيد وعمر. وفي الاصطلاح هي الأحكام الشرعية المنظمة للأعمال لصحة المعاملة بين زيد وبين عمر، لأن الأعمال التي يعني تمس الناس أعمال كثيرة جدا، منها البيع والشراء، منها الإجارة، منها الهبة، منها الجعل، منها الهدية، منها الصدقة، منها الوصية، كما هذه معاملات، فجاءتنا أحكام من الشرع تضبط لنا هذه المعاملات. أنت تحسبها هكذا، والله الذي لا إله إلا هو ما مات رسول الله وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبر منه الخبر، أخبرنا منه الخبر. ولذلك قال الشافعي ورحم الله الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ما من شيء من شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعاملات التي تربط زيد بعبيد هذه المعاملات لها تقنين شرعي، لها أحكام شرعية تلفها حتى تصل إلى ربك جل في علاه مرضية. فإذن فقه المعاملات في سورة البقرة، يعني ندخل في الفصل الأول الكلام على الأصل في البيوع الحل، والحق أن نقول الأصل في كل المعاملات الحل، ولما نخصص ونقول الأصل في البيع، بيني وبين أخي بيع، بيني وبين أخي هدية، بيني وبين أخي نقطة، تعرفون النقطة في الفرح، وهذه تسمى في عرف الشرع النقطة، وعايز زيادة عليها تسمى إيش؟ هبة مثاب عليها. المرأة أعطت المرأة 5 جنيهات لتأخذها الشهر القادم كام؟ والسبوع وما أدراك ما السبوع وما يحدث في السبوع، ممكن يتولد للمرأة 13 ولد عشان تلم اللي في السوق. فهذه المسألة مسألة في الهبة المثاب عليها، معاملة يحكمها الشرع، معاملة يحكمها الشرع. ومسألة الجعل، مسألة الرجوع في البيع، مسألة الرجوع في الهبة، هذه ضوابط شرعية تضبط لنا المعاملات. يبقى إذن الأصل في المعاملات الحل. أما الأصل لغة كل ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل. والأصل طبعا له تعريفات أخرى كثيرة في اللغة في الاصطلاح، وقيل هو منشأ الشيء. أصل رأيت السملة، تعرف السملة الجدران أو القاعدة، لا تستطيع أن تبني البناية إلا بإيش؟ بهذه السملة الأرضية القاعدة. فهذا هو الأصل، ما يبنى عليه غيره، منشأ الشيء، هذا هو الأصل. وفي الاصطلاح له عدة معاني، ممكن تقول الأصل معناه إيه؟ معناه الدليل. الأصل معناه الدليل، له 6 معاني وأنا لا أطيل عليكم للوقت. الأصل معناه الدليل، تقول الأصل في استحباب السواك قول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. يبقى ما معنى الأصل هنا؟ يعني الدليل على استحباب السواك قول السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وأيضا يمكن أن تقول مثلا الأصل في الأطعمة الحل لقول الله جل في علاه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني الدليل على أن كل ما في الأرض حلال هذا. والذي يعنينا هنا أن الأصل هنا معناه القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. وهذا يفيد طالب العلم جدا 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 كما سنبين على أنه لا حرج عليه،
ولا تحجير عليه، كل معاملة يتعامل بها المرء هي حلال ما لم يأتي الدليل على أنه إيه؟ أنه حرام كما سنبين. والبيع لغة ضد الشراء، بل البيع والشراء يعني من الأضداد، قال الله يعني البيع يقع على معنى الشراء والشراء يقع على معنى البيع، كما قال الله جل وعلا عن يوسف قال وشروه بثمن بخس، وهم شروه ولا باعوه؟ باعوه، فيقع على البيع والشراء. وأيضا قول الله جل في علاه ولا تشتروا به ثمنا قليل، وقول الله جل وعلا لبئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوها. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه، يبقى لا يبع وأيضا لا يشتري، فيدخل هذا مع ذاك. وعامة اصطلاحا البيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا. يبقى إذن البيع هنا لا يكون بيعا إلا إيش؟ بيع مال بمال. يبقى هذا دليل لنا في عرف واصطلاح الفقهاء على أن بيع الفيزا، بيع الإقامات في دول الخليج أو في غيرها، أن يبيع الإقامة حرام، لأنه ليس تبديل مال بإيش؟ بمال. يبقى لا يجوز له، أنت إنما الأرض أرض الله، لما تبيع لي الفيزا؟ أما المشتري فلا عتب عليه. الرجل يريد أن يحج، الرجل يريد يذهب إلى مكان آخر ليعمل، يريد يرى رزقا في مكان آخر، فالمشتري لا عتب عليه أنه ألجئ إلى ذلك، لكن العتب كل العتب على من باع، لأننا نقول له أين المال الذي بعته أنت؟ لأن أصل الباب إنما الأرض أرض الله، هو لا يملكه. فلذلك نقول هذا البيع اسمه بيع وجاهة، وبيع الوجاهة لا يجوز، بل الوجاهة أصلها الشفاعة والأخذ على الشفاعة ربا، سنبين كيف يكون ربا، يعني محرم، لأنها من باب التقرب، اشفعوا تؤجروا، وهذا باب واسع سنبينه إن شاء الله في الثنايا الشروحات وإحنا داخلين. فالغرض المقصود هنا لما نقول البيع معناه مال بمال، بيت بسيارة، هذا عين بعين، أو 5000 درهم بإيش؟ بشيك؟ مين اللي قال 5000 بشيك؟ أنت فوق رأسي. لازم أنا كنت أتمنى من كان خلفك هو الذي تكلم بهذا، كنت أتمنى، لأن وجدت الصدفة جهزت نفسي على الحرب الضروس، لكن أنت فوق رأسي. لا، وطبعا نقول 5000 بتوكتوك، صحيح مش توكتوك هذا الفريت الصغير اللي بيسير أمام الناس، هذا هو 10000 بشيء من سيارة مثلا، فهذا بيع مال بمال، لكن هو عين نقد كما سنبين. هذا بالنسبة للتعريفات الأولية. فإذا قلنا الأصل في المعاملات الحل، يعني الأصل في البيع الحل، الأصل في الوصية الحل، إلا أن تأتي الضوابط الشرعية التي تضبطها، الأصل في الهبات الحل، الأصل في الإجارة الحل، الأصل في الجعالة الحل، الأصل في الإجارة الحل، إلا ما دل الدليل على الضوابط والتحريم. فإذا الأصل في المعاملات الحل، نقول الأصل في العبادات الحظ، لكن الأصل في المعاملات الحل. لما؟ لأن العبادات تختص بالله جل في علاه، فما كان خاصا بالله فهو يحبه الله، وما يحبه الله أنا أعلمه وأنت تعلمه، لأنك في مرة ترى الله، وفي مرة أرى الله، وفي مرة أنت تسمع الله، وفي مرة أسمع أنا الله، فنعلم ما يحبه الله. خطأ فاحش، لا أحد يرى الله، حتى النبي ما رأى الله في الدنيا، ولا أحد أيضا يسمع. طب كيف نصل يا شطار إلى ما يحبه الله؟ أجيبه، لأن الله لا يعبد إلا بما يحب، يبقى بالشرع، لا بالشرع، بنقل الشرع، الوحي يأتينا. يبقى إذن الأصل في العبادات التي خاصة لله تكون لله، ألا له الخلق والأمر. يبقى الأصل في العبادات التوقيف، الحظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا فهو رد باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. إذن الأصل في العبادات الحظر، لا يمكن لأحد أن يتألع على الله وعلى رسوله ويتقدم عند الله ورسوله يأتي بعبادة إلا بدليل. والأصل في المعاملات ما دامت المسألة بين زيد وعبيد وعمير وللبشر فلا تحذير، وسعها الله على البشر توسيعا عظيما، فقال الأصل في المعاملات لأن أنا أحتاج لزيد، وزيد يحتاج إلي، وأنا وزيد نحتاج إلى عمرو، وعمرو يحتاج إلى عبيد، فلما كانت الحاجة على الناس فلو قلنا الأصل فيها المنع قد إيش؟ حجرنا على الناس، ضيقنا على الناس، لو قلنا بذلك. والله رحمته سابغة على العباد، فجعل الأصل في التعاملات الإيش؟ الحل، الأصل في التعاملات الحل، والأصل فيها
قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، وأصلها أيضا قول صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، أو قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا بالنسبة للكلام على التأصيل. فأول فائدة نأخذها من الكتاب هو أن الأصل في كل التعاملات الحل. فإذا بعت بيعا لا يجوز لأحد أن يحجر عليه واسعا ويقول هذا بيع حرام. وإذا اخترعت سائلا أبيعه للناس وكان السائل في سائل مثله في السوق لا يصح لي أن أتنطع وأقول حرام، لأن الأصل الحل، إلا بدليل أوضح من شمس إيه؟ من شمس النهار، لما تحجر واسعا على الناس إلا أن تأتي بدليل على الحرمة. والأصل أيضا في الوصية، أن أكتب لأمي وصية، أن أكتب لأخي وصية، إلا أن يأتي الشرع ويقول لا وصية الوارث، أو أكتب بوصية فوق الثلث إلا أن يأتي الشرع يقول لا وصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا إيش؟ إلا إذا برضى الورثة. لكن ما جاء الحديث هكذا، الحديث جاء لوصية الوارث إلا أن يرتضي الورث، فقاسوا عليها الزيادة على الثلث. الغرض المقصود بأن الأصل في كل معاملة الحل. يبقى لنا تقسيمة البيع باعتبارين. البيع لا بد يكون في صبورة، أنا هستأذن مشايخنا الأفاضل الذين ساعدونا وأحسنوا إلينا كثيرا في المسجد بصبورة، حتى يعني المخطط بالذات في الأسانيد أو في البيوع في المعاملات أو في الحيض لا بد يكون في مخطط، لأن المخطط ده هذا يكون كأنه أصل المتن، فلو التصق المخطط وتصورته في رأسك لن تضيع عنك مسألة. فأنا هنكتب البيع هكذا، ونتكلم عن البيع، البيع في دائرة على اليمين، فتكون البيع باعتبار المبيع، والدائرة على اليسار البيع باعتبار الثمن. وهذا الثمن سيدخل فيه أمران. الأمر الأول تحديد الثمن، أداء كيفية تحديد الثمن أو عدم تحديده. السهم الثاني كيفية أداء الثمن، كيفية أداء الثمن. ونحن اليوم سنتعجل في الكلام على تقسيم البيع باعتبار المبيع. عندنا البيع باعتبار المبيع، يعني باعتبار السلعة، باعتبار الإيش؟ السلعة. عندنا البيع بيع مطلق، هذا الأول البيع المطلق، والثاني البيع بيع السلم، الثالث بيع الصرف أو المراطلة عند الملكية كما سنبين، والثالث بيع المقايضة. أما البيع الأول هو البيع المطلق. مطلق يعني مرسل، يعني غير مقيد، يعني كل الأنواع تدخل تحته. إن أنا أبيع يعني أبادل. إحنا قلنا البيع، تذكروا معي، البيع هو تبادل وجه بوجه، ابتسامة مع ابتسامة ثم ميعاد بعده، هذا هو البيع. أنا ببيع ابتسامتي وببيع ابتسامته. طيب والذي يعطي التأشيرة واخذ مال عليها اسمه بيع إيش؟ وجوه، بيع الوجاهة، فلا يصح. المهم البيع بيع بتبادل مال بإيه؟ بمال. نقول البيع المطلق المرسل لا مقيد له، لا تقييد له، يبقى كل المعاملات صحيحة. طب كيف يكون ذلك من المبيع؟ نقول تقديم المبيع، بيع سيارة بسيارة، هذا يسمى بيع إيش؟ مبادلة مال بمال، لكن هذه مبادلة عين بعين، ثلاجة بثلاجة، ها؟ طيب مسجد بمسجد، عين بعين، ممتازين. ارحمنا يا رب، يا رب ارحمنا يا رب. هل المسجد يباع يا شطار؟ وهل يباع مسجد بمسجد يا حبيبي؟ ها صح؟ لا. طيب هذا بيع سيارة بسيارة، بيع عين بإيش؟ بعين، ممتاز. بيع سيارة بنقد، عين بإيش؟ بثمن، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة لمسألة البيع المطلق. بيع مال بمال، بيع مطلق قول الآن صحيح، درهم بدرهم، درهمين بدرهمين، طيب هذا بيع مطلق. البيع الثاني هو بيع السلم. بيع السلم هو تنجيز الثمن مع تأخير وتأجير العين المثمن اللي هو السلعة. بيع السلم سيأتي إن شاء الله، تفصيل كل هذا سيأتي، لكن على أبواب فقط فك الشفرة حتى ندخل في عمق المسائل. بيع السلم هو تنجيز الثمن. معنى تنجيز الثمن يعني لابد كل المال يكون حاضر. 5 كيلو تمر ب15,000 جنيه، طبعا المزارع هيجيبوا سيدي الآن، طبعا 5 كيلو ب15,000 جنيه. فنقول إذا لما اتفق معه على أنه سيعطيه التمر بوصف كذا بعد شهرين، نقول عشان يكون السلم صحيح لابد إيش؟ 15,000. لو عطاه 10,000 هذا البيع ليس بصحيح. يبقى السلم سيأتي تفصيله، لابد من تنجيز الثمن مع تأجيل المثمن السلعة، ماشي؟ هذا بيع السلم.
والبيع الثالث بيع الصرف. الصرف هو بيع النقد، بيع مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال. ومبادلة المال بالمال إما أن يتحد في الجنس وإما أن يختلف، فإن لا سيب العيلة هنتخيل في هذا الباب، إما أن يختلف في الجنس، إما أن يتحد في الجنس كذهب بإيش؟ بورق ممتزين، أو كفضة بإيه؟ بنحاس. يتحد بالجنس ذهب بذهب وورق بورق، يعني فضة بفضة، أو يختلف في الجنس يبقى ذهب بورق، صحيح اللي هي بفضة. الإمام الأئمة اجتمعوا على أن هذا صرف، لكن الإمام مالك قال إن اتحد في الجنس فيسمى مراطلة. مراطلة الذهب بالذهب مراطلة، لكن عند الأئمة الثلاثة هو إيش؟ صرف. عند الأئمة الثلاثة هو صرف ولا مشاحة في الاصطلاح. في النهاية لابد من أن يتوفر شرطان. الشرط الأول إن اتحد في الجنس لابد من المساواة والتقابض في المجلس، وإن اختلف في الجنس فلابد من إيش؟ التقابض في المجلس، ولا يهم الاختلاف في مسألة التسوية، وهذا سنبينه إن شاء الله قريبا. البيع الرابع بيع المقايضة، وبيع المقايضة هو مبادلة المال العين بالعين. بيع المقايضة هو مبادلة العين بالعين، ثلاجة بثلاجة، سيارة بسيارة، حديد بحديد، حديد بسيارة. هو عين بعين، لكن هو عند الحنابلة ربا، لأن عندهم الوزن هو العلة. عامة هي بيع أيضا عين بعين، إن قلنا بصحة ذلك على الراجح الصحيح. يبقى لنا تقسيم البيع باعتبار الثمن. قلنا باعتبار الثمن إما أن تحدد الثمن وإما ألا تحدد الثمن، والسهم الثاني هو كيفية أداء الثمن. بالنسبة لتحديد الثمن أو عدم تحديد الثمن، كما سنبين في الخريطة، عدم تحديد الثمن أو له حالتان. الحالة الأولى المساومة، أنه بيدخل بالسيارة في السوق ويقول مين يشتري. فواحد يقول أنا أقول أنا ببيع مثلا، هو يعطي ثمن ويبقى فيها زيادة أو نقصان، فيقول هذه علي أنا ببيعها بخمسين ألف، فالرائع الآخر يقول له لا أربعين ألف، الثالث يقول له لا أخذها بخمسة وأربعين، والرابع يقول لا طب أنا أعطيك ستين. المهم فيها إيش؟ مماكسة مساومة، هنفصلها الأسبوع القادم إن شاء الله، أنا بس أعطيكم أطراف منها. فهذا يسمى بيع المساومة، عدم تحديد الثمن الحالة الأولى وباعتبار الثمن. الحالة الثانية أنه يثبت سعر ويقول سأبيع بالزيادة، النقصان ما في مماكسة، المسألة انتهت، اسمها مزايدة. المزايدة أنه ينزل بالسلعة في السوق فيقول ألاقونا، هم بيقولوا كده نعم، بيدخل فيقول هذه الأول بخمسة مين يزيد، فالآخر يقول بعشر، ثاني بخمستاشر. فهذه الزيادات وسنبين مجالها في الصحة والفساد الأسبوع القادم. هذا بالنسبة لإيش؟ لمسألة عدم التحديد. القسم الثاني من السهم الأول تحديد الثمن. إيش تحديد الثمن؟ بتحدد الثمن فيها بيوع تسمى بيوع الأمانة، بأن أنت أصالة تحدد الثمن اللي أنت اشتريت به، تقول السلعة هذه وقعت عليها بعشرة دراهم، فإما أن تبيعها لك أحوال ثلاثة في البيع، وهذا سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله، هذا طرف له. إما أن تبيع بالزيادة، تقول هي بعشرة وأنا أبيع بخمستاشر، فتسمى مرابحة غير مرابحة البنوك. مرابحة البنوك دي معاملات معاصرة، إن صبرتم سنبينها وإلا فلا. هذه مرابحة يعني رابح هو كده، لكن إحنا نشوف المرابحة التي عندنا والمرابحة التي عنده. اللهم اهدنا واهد الناس يا رب العالمين. جيد. الثاني أن يقول هي بعشرة وخذها بعشرة، هذا تولية، يبيع بنفس الثمن وسنبين الدواعي لذلك، وهل ده إكراه ولا مش إكراه. والثالثة بيع اسمه بيع الوضيعة. يعني بيع وضيعة، يقول هي بعشرة أنا أعطها لك بخمسة، وهل بهذا صح البيع أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. بهذا نكون انتهينا